عليكم ومرحبا بكم في لا شين يوتيوب لابيل اسيت دي زيت. راني معاكم اليوم باش نديرو اون سالاد تاع بوافرون فارسي سي دي رولي دو بوافرون يعني ساهلين و اون فاصون ديفيرونت بو بريزونتي تاني لو سالاد. واش عندي لهنا؟ عندي اون كونتيتي تاع المايس راح نزيد شويه، شفت بلي سي با سي فوالا. عندي اون كونتيتي تاع المايس كيما راكم تشوفوا، راح نزيد لها هنا شويه تاع زيتون خضر، نكون نقطعو هكذايا فينومون. وعندي كيما راكم تشوفوا دي بوفون، هاد لي بوفون كنت الفلفل هذا كنت شويتو، يعني شويتو ونقيتو، مي تقدروا تقليوه ثاني اللي يحب لو كو تاع الفلفل مقلي. عندي اون بواط تاع الطون كيما راكم تشوفوا فيه هنايا البيل، وعندي هنايا دو فرماج. نحكم هاد لو ميلونج ديالي، راح نزيد له زوج، ما عنديش اون كونتيتي تاع فلفل بزاف، يعني شويه غير ربعه، والفلفل ديالي صغير شويه، يعني واحد يشوف سولون لا كونتيتي تاع الفلفل ديالو اللي شواها. راح نحي الزيت هدايا، نقطعو الزيت، نحيلو الزيت ديالو. فوالا دونك راني قطرتو هنا من الزيت، وراح نزيد هاد الزيت ديالي بلوتو هاد الطون ديالي لو ميلونج. واش راح ندير هنا؟ عندي واش عندي هنا؟ عندي مايونيز، سينو عندي لاصوص ميزون انا ديالنا اللي خدمناها ديجا كيف كيف. وراح نخلط كامل هاد لو ميلونج لي راح نفارسي بهم لي بوافون ديالي. سي با لا بين، واحد يدير الملح لهنايا، زيت الملح، الطون مالح، الفرماج مالح، يعني سي با لا بين واحد يزيد فوالا. رانا خلطنا كلش، واش نجي ندير؟ نحكم حاجة نخدم عليها، نحكم لو بوافون ديالي. واش راح نقدر تاني نزيد ندير لهنايا البوافون ديالي؟ شغل راح نفصلو فوالا، نقدر ان بوافون نقسمو هكذا على زوج على زوج. وشنو هنايا الفلفل بيسك راه مشوي ما فيهش الملح، راح نملحو شويه ونحكم اون كونتيتي. شوفوا يعني لا فاصون كيما الفلفل ديالي انا مقطع، عمروه من الجهه اللي تكون مليحه باش يساعدكم ويجونا شباب ثاني. هامليك وراح نرو ليهم هكذا نهالا، سي بريزونطابل سي بو اون بلوس، حاجه بنينه فوالا. هامليك جو في دي رولي، وراح نحكمهم بلي كوردون ونزينهم. انا نكمل لا كونتيتي تاعي اللي عندي ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا هاي لك لا سالاد ديالي، راهي واجده كيما راكم تشوفوا فيها. هنا زينتها بشويه فرماج زيتون و ان بو طوماط جوست بور دوني دو لا كولور. فوالا تري تري سامبل، تري تري بون، يعني ننصحكم تسيوها، اون بليس سي بريزونطابل اي سا شانج ان بو. فوالا فوالو سيتي ليدي ديالنا تاع اليوم، سالاد دو بوافون اون فورم دو رولي. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une autre recette. Yatekom Saha.